السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أضيف زي نقوش فرعونية، معايا الصورة بتاعتها، أروح معلم على الحيطة وأقول له إيديت، طيب إيديت غرفة جاية هنا من أبيرنس، أنا هنا غير كتاوي، أقول له أنا عايز أضيف الصورة، الصورة هنا هتيجي بالألوان، بتيجي بالمدخلات بتاعتها كل حاجة، هنا الكت أوت بتيجي بحيث إن هو يبقى فيه زي قطع كده في الفراغات. طيب هاجي هنا أقول له أنا عايز اغير الدوت، بدل ما هو 300 خليه كبير شوية 3000. دان، اوكي. وبعد كده اقول له انا عايزها تبقى رياليستيك، فتجي الصورة بالشكل دوت.